كتير يا سيادة القاضي، بتكلم بقالي سنين ومحدش بيسمعني، تعبت من كتر الكلام. أنا هسيبك لضميرك وعينيك وهم اللي يحكموا. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ أيوه يا سيادة القاضي. أيوه. وكل يوم من ده وربنا وحده اللي عالم. الراجل ده الكاس ما بيفرقش إيده للنهار بالكاس، يا الكاس يا البانجو. بانجو؟ صرف كل فلوسه على ملذاته يا سيادة القاضي، وغير كده بيصرفش علينا مليم واحد. مخلينا نشحن، مجوعنا يا سيادة القاضي، مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب أنا راضي زمادك يا سعادة القاضي، ده منظر خدود جعانة. إن جبت الحق؟ لا. مدام سلمى أنت لسه مصممة على الخلع؟ أيوة يا سيادة القاضي. إيه ده؟ ومش هتنازل أبدا أبدا أبدا. أفواري أفواري، فاضل واحدة. أبدا. طيب أنا يا سعادة القاضي حالا حسبت لك إن الست دي كدابة من ساسها لراسها، بس بعد إذن سيادتك بس هتسمع شهادة الأولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ إن جيت الحق يا سيادة القاضي، أبويا طول عمره إنسان محترم. ظهر الحق. يلا سلام عليكم، أي أوامر؟ بس محترم مع الأغراب، إنما معنا إحنا منتهى الكسر، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. التهاب واحتقان؟ إيه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسكت لو سمحت. انظروا إليه، انظروا إلى هذا المتهم، ارفع بقى القرع اللي انت لابسه ده ووريه مشك الحقيقة عمر يا راشي. حلو كده؟ وانت يا حبيبتي؟ كان نفسي أقول إنه كويس، لأنه هو أبويا اللي جابني للدنيا، بس يا خسارة مش هي دي الحقيقة. الحقيقة يا ست القاضي إنه فضل أهواءه الشخصية عن بيته ومراته وولاده. سعادة القاضي أنا جوايا جرح كبير أوي عمال بينزل، جرح ممرر طعم الايام في عينيا. ممرر ايه يما؟ طعم الايام في عينيا. هو ده العدل يا حكومه؟ هو ده العدل يا ناس؟ انا بجد مظلومه مظلومه مظلومه. الله، برافو، الله عليك يا ست، الله يا فنانه. يا ابني انت في محكمه. ويا اختي. اختي مدام سلمى، عندك حاجه عاوزه تضيفيها؟ هقول ايه يا ست القاضي، بديك شفت وسمعت كل حاجة. خش خش. لا ما شفتش كل حاجة، شفت دي؟ دي من ايه؟ رحت افتح التلاجة كنت عطشانة. عطشانة؟ عطشانة، رحت اشرب بق مية يسد جوعي، قام معلمني بتكسلك في الترقوم. وانت يا استاذ عمر مش عاوز تقول حاجة؟ والله كان عندي كلام كتير عايز اقوله، بس بعد بانجو وعطشانة وكزلك ابوس ايدك خلعني. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع ورفعت الجلسة. انتي متضايقة ليه دلوقتي؟ انتي مش خدتي قرار وعملتيه وفكرتي كويس قوي قبل ما تعمليه. سيبك من اللي انا عملته ده كله، بس انا بجد متضايقة، متضايقة على عشرة، متضايقة عشان خاطر البنات. عمري ما كنت اتخيل ان يجي اليوم وانا وعمر نقف قصاد بعض في المحاكم. يعني بس انتي مش اول واحده تعمل كده، اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فتره وتعدي، بس المهم انك تشغلي وقتك، مش عايزاكي تفكري فيه، مش عايزاكي تحسي انك محتاجه له. محتاج له؟ لا ما تقلقيش، ما اعتقدش اني احتاج له خالص. اذا كنت في عز ما كنت معاه، لما كنت بحتاج له ما كنتش بلاقيه. عمر مستهتر قوي هبه. اذا كان يا بنتي في المحكمه القاضي بيسألوا على بطاقته، طلع له كارنيه نادي الجزيره. ضايع. المهم بقى انا عايزاكي دلوقتي تفكي كده وتروقي، قولي لي ايه رايك في لانشاري؟ حلو حلو. انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ايه؟ ان انت والبنات هتقعدوا معايا. معلش يا هبه، احنا هننتقل عليكي شويه، بس ده وضع مؤقت يعني يومين كده لغايه لما اجيب بيت. ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت عبيطه يا بنتي، ده بيتك. انت افورت قوي يا عمر لحد ما خليتها خلعتك. لا ما تقولش خلعتك دي تاني، ما تخلعش ابدا. انا بس اتطلقت. قصدي طلقتك. لا دي كمان وحشه، ما تقولهاش. لا غيرها.
احنا عادي يعني فركشنا. فركشتك. انا تخلعني بنت المقشفة. يرضيك يرضيك يا جميل. صاحبك اترمي على اليمين. عايزك تفكر لي في اي فكرة انتقم منها. بص عايز اجيب وشها كده، عايز اجيب رجليها ورا قفاها، عايز اجيلي ركعة على ودانها، فاهم؟ فكر. لا لا ايه؟ ما يغص الوزة ولا يخليها تغلي كده بابلز كتير كده الا موزة زيها الا بتاكل امز منها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ اخطب. اخطب يا عمر. يا عمر اخطب يا عمر. والحاجة معايا. انكل انا انكل عمر. والله العظيم يا ابو ما كنا عارفين عواقب اللي احنا بنعمله. يعني امي ممكن يجي في مخيلتنا ان انت ومامي تتطلقوا. نتطلق؟ ده انا اتخلعت يا اولاد المكوسه. سامحنا يا وحش. سامحنا. ماشي، وانت تقولي لي ورينا وشك الحقيقي واقلع القناع. انا هوريك وشي الحقيقي. انتوا ما بتصوتوش ليه؟ اصل انت نسيت تحط المية. عملها الكلب مذبوح. عمر يا وحش. وحش؟ انت خليت فيها وحش يا مذبوح. ما حطيتش ليه مية في البرميل زي ما انا كان نفسي؟ ما انت ما قلتليش. طب اديني فرصة تالتة. الخاين يا مذبوح ملوش مكان بينا. سمعت قلت ايه؟ الخاين ملوش مكان بينا. مقتول. امرني يا وحش. انت حطيت كم معلقه سكر في الشاي؟ تلاتة يا وحش. وما حطيتش اربعه ليه زي ما انا كنت بتمنى؟ معلش يا وحش، غلطة وندمان عليها. وبقول لك واسمعيها، الخاين مالوش مكان بينا. سبق وقلت لكم الخاين مالوش مكان بينا. مفتوق. اؤمر يا وحش. ايه هتاخد لي مذبوح ومقتول تشويهم وتطبخهم وتحطهم للأولاد على العشاء. حصل يا وحش. ألو. ألو السيدة سلمى بنت نوفل. أيوة أنا. مين معايا؟ محسوبك لمؤاخذة اللهو الخفي. لهو؟ يا لهوي. انتي طبعا مستغربه ازاي البنات ما وصلوش لغايه دلوقتي. اطمني، اتخطفوا. اتخطفوا؟ يا لهوي. قطعوا لي وداني البنات دولم واعملهم لي قطايف. قطايف؟ يا لهوي. عمر. الو عمر. الحقني انا سلمى. سلمى مين؟ مش وقته يا عمر، البنات اتخطفت. ولادي ولادي. السلام عليكم. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الولاد فين؟ ولادي فين؟
انت اللي خطفت الولاد، انت اللي بلعتهم. ولادي فين يا الاكوع؟ انت اللي بلعتهم. بلعت مين يا ابن المجنونه؟ وريني. يا ملك يا ليلى، ما تخافوش يا حبايبي، انا بابا، ما تخافوش. ايه ده؟ ما اكلتوش ليه؟ الاكل قدامكم من امبارح، قلت لكم 100 مره مذبوح ومقتول، لحمتهم لازم تتاكل طازه يا اغبياء. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف يا عمر، مش عارف، انا حاسس ان سلمى كده استوت يا معلم. يا عم انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احلى. ناقص ظرفك. انا بتكلم جد دلوقتي. اذا بدك نحكي جد، انا رايي التلفن لهلا، وتطلب فديه كتير كبيره، بتجي ريك على تحت اجريك، وبعدين هي اكيد ما معها تدفع. برافو عليكي، فكره هايله يا بنت الايه. يبقى انا كده اخترت صح. الو، السيدة سلمى بنت نوفل؟ ايوه انا، مين معي؟ محسوبك ولا مؤاخذة، اللهو الخفي. ازيك يا استاذ لهو؟ ازيك يا ماما؟ انا في الحقيقه كنت عايز اطمنك على الرشانتين اللي عندي، واقول لك ما تقلقيش، ما بيناموش غير لما يتعشوا باتنين مولتو ويعملوا الهيم ورك بتاعهم. كتر خيرك يا استاذ لهو، بس مش تديهم لي بقى؟ احنا مش عايزين نتعبك اكتر من كده معانا. لا 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 لا، لسه موضوعنا ما خلصش، احنا بس كان عندنا طلب رفيع من سيادتك. عمر عمر يا استاذ لهو، احنا طالبين فدية عنيفة شوية، 75 جنيه وعهد الله ما هينزلوا مليم. كم؟ 75 مليون جنيه. اجيبهم منين دول؟ يا نهار اسمر. اسمر تاني يا سلمى؟ نعم. الو، قدامك مهلة لغاية الصبح وبيديني مزدك. ها ايه يا سلمى؟ الاقي معاك 75 مليون جنيه سالف واديهم لك يوم الثلاث؟ ما الاقيش انا معاكي 3000 جنيه وارجعهم لك السبت؟ يوه، بسبب كريمات هدي طول الليل اتاخرنا على البنات. بسرعه يا رشدي الله يخليك. ايه يا جماعه، انتوا نقلتوا البنات بره ليه؟ وبعدين رابطينهم جامد كده ليه؟ عجبتنا اللعبه بتاعتك وقلنا نلعب احنا كمان، واهي اللعبه قلبت بجد، وبعدين كده كده في ناس دفعت اكتر منك. صدقيني والله العظيم يا سلمى، زي ما بقولك كده. يا سلمى بلا زفت، هتفضل طول عمرك تافه كده؟ مخك كان فين؟ اتجننت؟ ادينا اتخطفنا بجد، عاجبك؟ ارتحت؟ انت السبب على فكرة، انت اللي اضطريتيني اعمل كده. سلمى انا كنت هموت، كنت هموت ونرجع، فقلت اعمل اي حاجة. بعدين الحيوان ده عرفني عليهم على ان هم اصحابه، ما كنتش عارف ان هم يغدروا بينا. يا عمر كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ قلت عايز عصابة جبت لك عصابة، امال يعني كنت عايزني اجيبهم لك من كلية الطب؟ يوه، يخرب بيت ام رغيوكو، صدعتوني. ان شاء الله كده هتفضلوا مشرفينا يا طيط لحد البص ما يوصل. والبص ده هيوصل امتى ان شاء الله؟ وبعدين انا عندي بطوله وعندي ميعاد وجبه دلوقتي. انا كان مالي ومال الموضوع الزباله ده. على فكره يا عمر، انا هعترف لك، انا ولا خطيبها ولا زفت، انا اخو صاحبتها.
كانت كنيلة في معرفتكم الهباب. وأنا كمان يا سلمى، أنا صديقته لعمر بس، بس هو عامل كل هيدا الفيلم الهندي لحتى يرجع لك. يلعن الساعة. حتى يرجع لي. حتى يرجع لك. البسوا عصير. ايه انت عمو ممدوح؟ معقولة عمو ممدوح؟ يعني ابويا اللي معرف جيمي على الناس دي، وجيمي طول الفترة دي بيشتغلني؟ الله، يعني معنى كلامك ان ابويا وجيمي وسوسكا هما اللي لبسوني الخازوق ده؟ وانا كمان، وابوك هو اللي كان مزبط موضوع خطوبة سلمى عشان تتربوا وتعرفوا قيمة بعض وتعرفوا يعني ايه عندك ولاد. مش حل اي مشكلة هو الانفصال، حبوا بعض، استحملوا بعض، ولادكوا يستاهلوا. أسيبكوا أنا. السلام عليكم. أنا آسف يا سلمى. أنا اللي آسفة يا عمر. أوعدك إني هرجع أشتغل تاني. وفعلا زي ما أنت قلتي، الراجل اللي يبقى عنده فرصة يشتغل وما يشتغلش يبقى ما يستاهلش يكون أب ولا زوج ولا راجل من أصله. ما تزعليش مني. مش زعلان. طب أقولك على حاجة بقى، أنا جاي لي شغل في شرم الشيخ وهطلع أعمله لوحدي من غير أبويا. شرم تاني يا عمر؟ والله المرة دي بجد، وعشان تصدقي وتطمني هاخدك معايا. ماشي.